الأستاذ وائل علي من أبناء الجالية العربية. في منين يا جماعة؟ من السويد. مساء الخير يا أستاذ وائل. مساء الخير، أهلا وسهلا. أستاذ وائل، عايزة أعرف رد فعل الجالية العربية والإسلامية في السويد على هذه الأعمال المتطرفة. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا ايضا. يعني حقيقه انا اقدر المشاعر اللي حضرتك فيها والالم اللي انت فيه واللي كل نحن المسلمين والعرب بالمناسبه، حتى السويديين وحتى الدنماركيين. يعني حقيقه كثيرين منهم، ونحن من يعني حقيقه نشكرهم على الوقفه الجميله اللي كثير منهم وقف معنا، واللي رفض واستهجن هذا العمل. حقيقه عمل مهم مستفز، لكنه شيء المهم اللي حضرتك تفضلت به. بالمناسبة أنا دكتور أمراض نفسية، ونتحدث مع بالجمعيات، نتحدث مع أنه ما ترونه هو ليس الإسلام، وكتبت أنا في الصحيفة ونشر، وكان حتى لقاء مع أن هناك فرق بين الإسلام والمسلم. الإسلام دين تسامح، دين محبة، دين غفرة، دين عظمة، دين احترام وحقوق الإنسان واحتراما لحرياتهم ولأديانهم، وليس إلى حرق كتبهم المقدسة أو الاستهزاء بالمذاهب والأديان الأخرى. هم بيدعوا الحرية يا أستاذ وائل، نعم، لكن هل نعم دي حرية؟ لا 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 أبدا. وهذا هو الحقيقة الاستغراب. أولا هذا الشخص هذا أصلا دنماركي. أولا أنا عايزك تحكي لي هو إيه الواقع بالضبط، تفاصيلها إيه؟ نعم، هذا حقيقة شاب من المتطرفين دنماركي الأصل، سبق وأن قام بعملية الحرق في الدنمارك، وأيضا كانت مع الأسف يعني أنه كان بحماية بموافقة وزارة الداخلية أو قوات الشرطة الأمن في الدنمارك، ثم انتقل إلى السويد وهو حقيقة في جولة لعمل هذا الشيء في دول الاسكندنافية. عمل هذا الشيء وكانت ردة فعل، احنا رغم انه ما حدث مؤلم ومثل ما نقول يسوي حرقة في القلب، لكننا احنا دعونا الى الهدوء ودعونا الى اظهار الصورة المختلفة، لان هو الان عملية استبداد. فقلنا لهم يا ناس ترى اذا ما ظهر لدينا سلوك مثل ما هو يقول. طيب رد فعل الشعب السويدي ايه يا استاذ وائل؟ والله أنا أتكلم لك وأقسم بالله العظيم وبعزة كتابه الكريم، أتوا السويديين إلى الجمعيات، إلى الجوامع، إلى المساجد، إلى المنازل، سويديين ليسوا مسلمين. وقدموا الاعتذار وقدموا الاحترام وقالوا هذا لا يمثلنا وليس لنا علاقة به، ولكنه إنسان متطرف. ونفسهم يعني نفس السويديين وليس المسلمين، بالمناسبة السويد والدنمارك وكل ده لا ما عندها أيدي، يعني هم ليسوا بيهود وليسوا بنصارى وليس لا يعترفون به، ولكنهم قالوا نحن نحترم كل الأديان، وما عمله هذا غير مقبول إطلاقا. ولو تشوفين حضرتك تحدث مع أحد المواطنين السويديين قبل عملية الحرق وطلب منه وقال له أنا سويدي ما لا إلي علاقة بالإسلام ولا ديان، ولكنني أدعوك إلى احترام مشاعر الآخرين وعدم القيام بمثل هذا العمل. ما كان المشكلة في مشكلة أخرى يا أستاذة. يعني إشمعنى الإسلام؟ يعني إشمعنى كتاب الله؟ إشمعنى مش أي كتاب تاني؟ ليه؟ لا لا لا، في شيء أكثر من هذا، نحن هنا لا نحرض، وأرجو من جميع من يستمعي أرجوكم، نحن لا نريد التحرير ولكن نريد فقط أن نفهم. لا نريد أي ردة فعل ممكن أن تحسب على الإسلام والمسلمين. لا نريد نحرق سيارات ولا نكسر مراكز شرطة. طبعا أنا لسه بقول ما فيش ثورة، ما فيش رد فعل، هو إحنا لازم أن إحنا نبين لهم الأخلاقنا. نعم، سماحة الإسلام. أمال إحنا إزاي نبين له أنه الكتاب اللي حرقه ده النور بتاعنا؟ بالضبط، واحنا بنمشي على خطاه. نعم، الان اللي عمله في هذا الحرق الجديد اللي حدث قابل السفاره التركيه، كان يرفع صور مسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه أفضل الصلاة والسلام أتاه حبيبي يا أحد رسول الإخوان، الله. أتاه أحد الإخوان فقال له: يا أخي أنا ممكن أسألك سؤال؟ وهو أيضا ليس مسلم، ليس عربي، وليس، فسأله قال له: أنا ممكن أسألك سؤال؟ هذا اللي تعمله، أعطيني سبب واحد. فقال: إن المسلمين كذا، إنهم يعني آتوا في الأرض فسادا وعملوا وعملوا وسرقوا وقتلوا وشوفوا الحروب بالإسلام. فسأله سؤال، قال وقال له انهم عاطلين عن العمل وياخذوا الاموال وما بعد. سال سؤال قال له: هل اللي امامك، انا والله العظيم قال له انا اللي امامك رجل غريب مغترب، انا رجل لاجئ ولكنني لست عاطلا عن العمل، انا طبيب وانا ساعد الناس، فهل تحكم علي مثل ما تحكم على الاخرين؟ ما رد علي ما عنده حجه، ما يعني حقيقه احنا انا كنفسي اخصائي نفسي انا ما عندهمش حجه ولا دافع، ما عنده، هذا الرجل مضطرب عقليا. بس معلش يا استاذ برضو، معلش معلش يا استاذ وائل، نعم. ليه هذه الاحداث تتكرر في اوروبا واتكررت في هولندا ولسه شايفين هذا العمل المشين؟ نعم. نعم. وقبلها في الدنمارك كذا دوله اوروبيه تحديدا، ليه؟ لا سيعيد هذا العمل حسب ما اعلن عنه، راح يعيده بعد كم يوم امام السفاره الروسيه، يعني حتى تكوني لا معلش مش فاهمه تاني، معلش. دعا الى ان يحرق المصحف الكريم مره اخرى امام السفاره الروسيه. ده مين اللي دعا لده؟ هو نفس الشخص؟ هو نفس الشخص. طب وهذا الشخص يعني عايز اعرف هو غير مدان في يعني هناك؟ لا لم يحقق معاه، لم تنسب اليه اي تهمه، حتى زعزعه الامن حتى في السويد. وهذا ما رفعه أن طالبنا فيه الأخوة المحامين المسلمين والعرب بالمناسبة، وحتى انضموا إليهم من السويديين والدنماركيين والألمانيين وحتى من الفنلنديين، أعتقد أنه الإساءة، لأنه لديهم قانون بعدم الإساءة أو الاستهزاء بالآخرين وبأديانهم وبألوانهم ومشاعرهم، وهذا تهمة يعاقب عليها القانون. فنحن قلنا بدل ما نلجأ، طب معلش رد فعل السلطات السويدية كان إيه؟ السلطات السويدية هذه مشكلة، لأنه السلطات السويدية مع الأسف مثل الدنماركية مثل قبل الهولندية وكذا تقول إن هذه حرية، وهو ده يعمل شيء لنفسه، مش لا يمثل أحد ولا يمثل دين، عفوا، ولا يمثل جماعة ولا يمثل حكومة ولا منظمة، إنه شخص لحاله، وبالتالي فنحن يمثل يا ده ما يخاف. خلي والله العظيم انا سمعته من احد الاخوان اللي اعتقد كان هولندي، اعتقد هولندي الاصل، رد على المدعي السويدي في الحكومه فقال له يروح يحرق بيته بدون ما حد يشوفه، ما له علاقه فيه. طب ليش انت تروح تستفز مشاعر الاخرين امام الشارع؟ ما المقصود من عندها؟ المشكله انه مستغلين، حضرتك سيادتي ليش في اوروبا؟ مستغلين نقطة ده سؤال محتاج إجابة على فكرة. نعم مستغلين ده سؤال محتاج إجابة. نعم إلى أنا أسأل سؤال، لو أنا الآن مسكت أي صورة لأي رئيس أو علم وحرقته أمامهم، هل سوف أسلم من المقابله القانونيه او على الاقل للتحقيق؟ فورا فورا هيتاخد كده اهو يتحط في السجن. لن اسلم، انا مسؤول عن كلامي، لن نسلم. ليش؟ لانه راح نعتبر نحن اهنا او تجاوزنا الحدود. فالمشكله هي حقيقه، المشكله انه الان المجتمع الاوروبي، المجتمع السويدي، يتكلم عن السويد بشكل خاص، منقسم، وحتى النظام السياسي اللي موجود فيها منقسم، والقسم الرافض والمتضامن على مستوى الحكومي، على مستوى الأحزاب السياسية، على مستوى حقيقة الكنيسة الموجودة قدمت اعتذار وإدانة لهذا العمل. أخواننا المسيحيين دول طبعا والله قدموا اعتذار، وأنا أتكلم عني شخصيا، أنا واحد من الناس اللي وصلني الاعتذار من اخواننا المسيحيين، وكانوا يزورون حضرتك. معلش قلت حاجه مهمه عايز ارجع لها، حضرتك قلت انه نفس الشخص
دعا ان هو هيحرق المصحف امام السفاره الروسيه. نعم، ايه الموضوع ده؟ هذا حسب ما وصلتنا يعني المعلومات، يعني هي مش متاكدين 100%، لكنه احتجاجا على الرئيس الشيشاني او القائد الشيشاني الذي اهدر دمه لانه طيب حرق القران، فهو يعني كانما نوع من التحدي، قدم طلب انه يعيد العمليه مره ثانيه ويعمل عمليه. طبعا هذا كلام، يعني هذا كلام المتداول، اي شيء رسمي ما وصل، يعني اي تعليق او اي توضيح، لكن المعروف ان هناك ترتيب لعمليه حرق جديده. طب السلطات هناك بتتعامل مع هذه الدعوات ازاي؟ السلطات تسمح، بيقول لك نحن نسمح لكم بالتظاهر والرد بحدود القانون. التظاهر والرد بحدود القانون، بمعنى في حدود القانون ازاي بقى؟ هل في ثغرة قانونية؟ هل من حقي قانونا دلوقتي؟ يعني أنا أعرف أنه في مسلمين كتير في السويد، وأكيد في بيشتغلوا في القضاء أو محاميين. لو رفعوا قضية وفسروا فيها أنه إزاي هو بيأذي مشاعر المسلمين وأنه ده مش من حقه، لأن اللي بيقولوه ده برضو ما هوش يعني المفروض الكلام اللي بيتقال منهم ده، ده مش اللي المفروض الرد اللي يترد منهم. دي مش حرية. ما الحرية ازاي؟ ازاي انت في فرق بين جريمة وحرية؟ انا حرية ان انا اعبر عن رأيي. والقانون عندهم بيجرم ده، انما الحرية انك تاخد شعار ديني، الشعار بتاع ديني، المصحف اللي ليه مليار وستمائة ألف في العالم، انك تاخده وتحرقه وتقول لي ده حرية؟ اي حرية اللي بتكلموا عنها دي؟ لا طبعا، أنا محاضر في جمعية حقوق الإنسان الدولية سابقا، وقلنا أن فين جمعيات حقوق الإنسان اللي بتاعت أوروبا؟ أبدا، الحرية الشخصية تسقط إذا كانت ذيل الحرية العامة، فأي حرية عامة تتأذى نتيجة الحرية الشخصية فلا تعد حرية شخصية مسمح لها بالعمل. وهذا الشخص الحرية الشخصية يا أستاذ وائل ما تضرش حد. نعم، هو احنا تسقط إذا كانت تضر أي حد، أي شخص ثاني أو مجموعة. فنحن القانونيين اللي الإخوان المحامين القانونيين الموجودين، والحقيقة يعني تقال أنه اللي يشتغلون عليها أنه يدعون إلى مقاضاته قانونا ومثوله أمام القضاء، بل حتى زادوا من هذا مثوله للفحص العقلي. أنا أستاذ وائل شايفة أنه المفروض يكون في تشكيل فريق دفاع قانوني كبير من كل الجاليات العربية، يعني من كل أوروبا، ضد هذه الأفعال المتطرفة. واحد بس هياخد حكم، اللي بعده مش هيعمل كده. وهذا اللي نحن نتمناه، يعني احنا هذا اللي نتمناه، واللي نتمنى من القضاء الأخوان المحامين القانونيين المسلمين والعرب والمسلمين الموجودين في السويد أن يتحركوا بسرعة. يعني نحن دعيناهم إلى أن يكون التحرك حضاري، تحرك مدني، تحرك معقول يعكس صورة الإسلام والمسلمين في التعامل. هاتلي الحتة اللي فيها حرق المصحف كده. راح أقول لك في الشيء أستاذة. أيوة. يوم 11 فبراير إن شاء الله في مدينة شيستا في السويد في ستوكهولم سوف تكون لنا ورش عمل لرد على هذا التصرف بطريقة عقلانية. راح تكون عندنا ورش عمل للتحدث عن الحوار في الإسلام، للتحدث عن كيفية التواصل والمسامحة في الإسلام، للتحدث عن الصفات الموجودة لدينا في الإسلام. راح نكون نحن مجموعة من الجالية العربية من مختلف جهات العمل المختلفة. أنا مثل الجانب أرجوك يا أستاذ وائل تبقى تصور كل ده وتبعته لنا، وإحنا هنكون داعمين معاك ولكل تحركاتكم إن شاء الله. وبشكرك جدا أستاذ وائل علي من أبناء الجالية العربية من السويد.